بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي علبة زيت البريك، الزيت فيها ناقص. فورسنر 2014 ستة سلندر. عندي مشكلة أن مستوى الزيت علبة البريك نازل، المفروض يكون مرتفع شيء بسيط هنا، فهذا دليل أن في مشكلة، يا أن يكون عندك تهريب في الباكم أو في المواسير اللي أسفل السيارة، مواسير البريكات اللي من جهة الكفرات. المواسير هذه الثانية اللي ممكن تؤدي إلى انخفاض مستوى الزيت في علبة البريك هي أن القماشات أو الفحمات تحتاج تغيير، لأن صارت خلاص قريبة من الصاجة فبدأت تحك في الهوب. يعني بمعنى ان الزيت ناقص عندك، لا تزيد كمية الزيت، تفكر انك يعني خلاص حلت المشكلة، لا، الزيت ناقص. يا عندك مشكلة في التهريب، تهريب زيت بريك يهرب سواء من عند الباكم او من اسفل السيارة، او عندك الفحمات او القماشات تحتاج تغيير. راح نبدأ الان نرفع الموتور بعفريته تمساح ونثبته على اثنين جحوش، ونبدأ نفك الكفرات الأمامية. ترتفع الكفرات، حاول تحل في الصواميل شوي حتى يكون الفك عليك سهل. وثاني شيء، نقطة انك تستخدم المزيل، تحط علامة على الكليبر وعلى الجنط، حتى لو رجعت الجنط لنفس المكان ما يختفي وزنية الترصيص عندك. طبعا هذه العدة اللي راح تستخدمها، هذه فحمات درجة ثانية، فحمات التويوتا في درجة أولى يجيك لونها أحمر، وفي درجة ثانية هذه لونها أسود، يعني لا بأس فيها. مفتاح عادي طويل، زرادية، مفتاح قصير، قطعة خشب، جلوفز، دساسات، طامس، مفتاح عجل، متعدد المقاسات، زائدا ورق صنفرة، طبعا على حسب ممكن يحتاجه في صنفرة الهوب. شحم يعني عالي، يعني تحمل حرارات عالية ومقاوم للاحتكاك والصدأ. هذا الشركة. قبل ما ترفع الموتر فك البراغي، حل فيها شيء بسيط الكفرين اللي قدام، ثم بعد ذلك ارفع الموتر. ثبتنا الموتر على الجحوش اثنين، زائدا خلينا العفريت التمساح يعني تساعدهم في حال لو صار شيء لا قدر الله، تكون العفريتة جاهزة. فك الصواميل كلها بعدين نطلع الكفر. في موضوع لازم تنتبهوا له، المسمار اللي داخل لونه اصفر يكون مقابله اللي على الجنط
النقطة الصفراء، يعني مثلث هذا كله يعني شفت النقطة الصفراء على الجنط خلها مقابلة أو في موازاة المسمار الأصفر في حدود هذا، يعني زي كذا لاحظتوا أصفر أصفر عشان وزنية الكفر بخصوصا سيارات تويوتا. تفك الكفر وتخليه تحت السيارة في حال صار شيء لا قدر الله يكون رافع السيارة. مثل ما ذكرنا يا اخوان الفحمات ابد على نهايتها، يعني ما عاد بقى فيها ولا خلاص، شوف ما عاد بقى فيها شيء ابدا. جهة ثانية شفت الكمية الكربون اللي باقة ما عاد بقى شيء خلاص. الجهة على اليمين فيها يعني كمية لا بأس فيها، بس اللي من جهة اليسار مرة على الصاجة مرة شوف الكمية هذه والكمية هذه. الكفر الأمامي الأيمن الجهة الثانية كمية الفحمات الموجودة متساوية اليمين واليسار شوف متساوية، يعني كلها تحتاج تغيير. انا عندي احتكاك في الكفر الامامي الايسر، واتضح لي حسب اللي تشوفونه الان ان الكلبس هذا داخل، شوف منعف الداخل بس الكلبس هذا والحلقه الثانيه دي داخله تحك في الفحمات وكذلك تحك في الهوب، هذا الهوب وهذه الفحمات فحمات الهوب فتحك، فالمفروض هذه الكلبسات تكون برا على برا، تكون الكلبسات على برا هذه تلاحظين داخل يا رجال، هذا سبب المشكلة. وأنا أقول وش المشكلة، فلازم تسحبها على برا وتخلي اطرافها على طرف الفحمات من هنا، ما تكون داخل تكون برا، بتكون واضحه في الكفر الثاني اللي قدام. شفت تكون زي كذا على برا ما تكون داخل. لاحظين يا اخوان شوف هذه على برا، طريقة سحبهم بزردية شوف تسحبه، الثاني كذلك تسحبه من هنا. هذا واحد وهذا الثاني شفت الكلبس اللي داخل هذا اللي يسبب الأصوات الاحتكاك، جاب لي هاو جسبي ذا إثر داخل بين الهوب وبين الفحمات. ملاحظين يا أخوان شوف 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 كيف داخل يحك في الهوب اللي على اليسار ويحك في الفحمات. شفت المفروض شوف وين راح، هذا هو السلك اللي اشغلنا تركيب. وانا يا اخوان زي كذا نركب لكم بشكل سريع، واحد هنا واحد هنا زي كذا يكونون على برا زي كذا شكله، كذا شكل السليم. وطبعا دخل الخابور المسمار ذا من تحت، يعني مثلا زي كذا كذا امورك تمام، تكون الكلبسات دي على برا ما تكون على جوا، وهذا يكون ما يكون داخل يكون طالع على برا، شيء بسيط كذا تلاحظون زي كذا
كذا امورك في السليم. نبدا عاد نطلع الفحمات. طريقة فك الفحمات لك حلين، يا يعني انك تستخدم الطريقة معتاد عليها سكروب طويل عادي مثلا، شفت؟ او تستخدم الزرادية درج، هذه كويسة، فتكبس الفحمات حتى تقدر تطلعها زي كذا مشويش، تعطي مجاش. لاحظتوا صار في فتحة هنا كذا من فوق، كذا طلعت معك. أبد خلاص انتهى عمرها الافتراضي، إذا طولت زيادة راح يخرب عليك نعومة الهوب، فتضطر إنك تغير هوب جديد أو تخرطه، والخرط صراحة ما أنصح به، ما تلقى الورشة الصاحية اللي تسوي لك الخرط السليم. فما أنتم شايفين خلاص منتهي منتهي، مع درة قطرة بدأ يحك على الصاج. طبعا كيف يحك؟ يحك من هنا، هذه الريشة دي، فك الثاني. نقطة يا اخوان، لا فكيت الفحمات القديمة، في ثلاث قطع لا ترميها، اللي هي القطع ستيل هذه الغطاء، هذا واحد وهذا الثاني وهذا الثالث، شفت يا اخوان؟ ثلاثة، انتبهوا، هذا ترميها. طبعا هذا نوع انجليزي ركبته وما انصح به، سويت على فيديو مقطع سابق في نظري انه كويس، واتضح انه سيء جدا، يسوي زي الرمادة وزي الغبار على الكفر، يعني ما كثر اذا مسكت بريك زادا يطلع اصوات، فابتعدوا عنه. عليكم بالاصلي الياباني اللي هو تويوتا درجة اولى او درجة ثانية، هذا الدرجة الثانية اللي راح اركبه ان شاء الله، تويوتا درجة ثانية. طبعا الدرجة الاولى يكون مصبوغ باحمر من برا، كله احمر فاحمر، هذا اسود بس يعني كويس، سعره بالسوق 250. الفحمات الامامية، الكفرات الامامية، الاصلي اللي كله احمر هذا سعره تقريبا 500 ريال فحمات امامية، وهذه 250 ريال. قبل ما تركب الفحمات الجديدة حاول تنظف الأماكن اللي هنا، إذا في رمل أو في طين ترسبات، تنظف سكروب زي كذا. كيف راحت الخطوط السوداء قبل شوية؟ شو صار الآن؟ كويس. ورق صنفرة مقاس 120، حاول نصنفر الهوب شيء بسيط، أنا يعني فيه شيء بسيط حزوز يعني ما تذكر، بس من باب الاحتياط انك تنعمها شوي زيادة حتى يكون الشغل في السليم، مسح بسيط يعني ما ترص عليه بقوة، على خفيف.
طبعا طريقة صنفرة وجه الثوب، وجه الهوب الخلفي الدخل الصنفرة طبعا بدون قطعة خشب زي كذا. شوف زرابية مثلا تفر الهوب على خشب. الموضوع كله يعني تنظيفه من الصدى من اي خدوش بسيطة. الصنفرة هذه ندخلها بين صاجة الحماية وبين الهوب من الداخل زي كذا. تفر يعني 5 مرات. الفحمات الجديدة نحك اطرافها شيء بسيط بورق صنفرة 120. هذه الفحمات بعد ما صفرناها ورق صنفرة 120 مقاس، بعدين حكة خفيف كذا صنفرة خفيفة بس زي كذا. ثم بعدين نشحم الشحم هذا حط هنا يعني لا تكثر حتى لو ما يطلع صوت. يعني المقصود من الشحم هذا المقاوم الاحتكاك انه ما يطلع اصوات زي كذا. هذا اول شيء تركبها على الفحمات الجديده. شفت حتى انا اتكلم قبل شوي عن الاحتكاك، اذا تحرك زي كذا ما يطلع اصوات. شفت بعدين تركب القطعه مشخله هذه. طبعا قبل ما تركبها تحط شحم كذلك. لا تكثر. امشي الشحم لا يجي على وجه الفحمات، لا يجي عليها من هنا، يكون من الخلف. تركبها زي كذا تمام. ثم بعدين تركب القطعة الأخيرة، بس قبل ما تركبها تحط بعد كذلك شحم حراري مقاوم الاحتكاك. هذه آخر حاجة حتى شوف طبعة البساتم عليها، فهذه دليل على أنها تكون آخر قطعة تركب. بس كذا امورنا تمام. ما ابغى فرشة اسنان. تبدأ تحط الشحم كمية معقولة. كذلك تشحم اللي فوق. تأكد قبل ما تقفل الكفر ما في قطع شحم او اثار شحم على الهوب، حتى ما يصير ما بعدين كذا ما يمسك البريك اذا كان في شحم على الهوب. تأكد ان الهوب سليم ما عليه شحم ما عليه شيء. نبدأ الآن نركب الفحمات. أضغط الساتم حتى ندخل الفحمات الجديدة. بعد تركيب الشبك هذا نركب القطعة الأخيرة اللي هي الصاج اللي تركب على البساتم اللي هذه. نركبها زي كذا بعد ما ركبنا الشحم على الشبك كذلك. هذه
كذا خلاص ركبها الحين داخل الكليبر. طبعا قبل كل شيء نضغط قبل ما تركبها حاول تصنفرها شيء بسيط. بعد ما صنفرنا المسمار ركب الركبة، تحاول تكون الرأس هذا على برا مش على داخل، توازن شيء بسيط. كذا تمام. ايوه كذا تمام يا اخوان. هاي الطريقة السليمة، تكون الكلبسات على برا على برا كذا. كان هذا ما يحك على الهوب يكون على برا، تسحب فوق شوية. زي كذا، إذا كان لاصق أو متقدم شعره شوي يقوم يحك في الهوب يطلع صوته، فلازم يكون على برا. وهذا شكل الكلبسات. بس تمام. وين الثاني اللي ماخوذ من راح؟ اي وهذا الثاني يركب فوق. تأكد ان امورك مركبة على الوجه المطلوب. احاول احرك الهوب. ما شاء الله شاط. لحظون يا اخوان. طبعا مثل ما قلت من قبل، تحاول تأكد ما في شحم لاصق على الهوب، تمسحه بصابون وماء مثلا. صابون وماء افضل، اما تمسح بخرقه لسه يبقى الزيت، فتمسح بصابون وماء يكون افضل. بعدين تطبق الكفر. نفس الطريقه اللي ركبناها في الكفر الايسر الامامي نطبقها على الكفر الايمن الامامي. الآن نرجع لعلبة زيت البريك. طبعا بعد تركيب الفحمات الجديدة مستوى الزيت راح يطلع فوق، فمثل ما انتم شايفين الزيت الآن طالع فوق، فنبدأ نكبس على البريك من داخل، وحتى يكون السوائل تكون منتشرة بشكل متساوي في الكفر الأيمن والأيسر. الزيت يعني الآن مرتفع إلى هنا، قبل ما نغير الفحمات كان نازل. فقبل ما أكبس على البريك ربطت على الهوب بالصوميل، يعني حتى صار لو فيه صار يعني لا قدر الله هواء في المواسير أقدر أفرغ الهواء يعني بكل سهولة، ما في كفر عندي يعيقني إني أفك الصامول اللي هنا. ف
فنبدأ الآن نكبس. شو البريك يلعب الآن، بدأ يشد الآن بزيادة، يعني التكبيسة الرابعة ما شاء الله قوية الآن. نشوف الآن الزيت هل هو طفح ولا ما طفح. الحمد لله الزيت ما طفح. ان يا اخوان شفت الزيت ناقص عندك، لا تعبي زيت، افحص الفحمات او افحص اذا كان عندك تهريب، سواء من عند الباكم او من اسفل السيارة من عند مواصير البريكات. الزيت مثل ما انتم شايفين بعد ما كبسنا على بريك تقريبا 4 كبسات أو 5 ما صار فيه زيت يطفح برا. نكرر العملية مرة ثانية. ما شاء الله. مثل ما واضح لكم مرتفع. مرتفع زايد عن الحد المطلوب، فظهر مع تشغيل السيارة ممكن إن شاء الله أنه ينزل مستوى الزيت. رب العالمين، تم تركيب الفحمات الأمامية فورشن 2014 والحمد لله الزيت ما طلع برا، يعني ما شاء الله، يعني هو زايد، راح أفرغ منه شيء بسيط بسبب أن الفحمات القديمة الظاهر ما كانت سميكة، فحقت الوكالة متينة شوي، فالزيت مستواه ارتفع، فراح أفرغ تقريبا نص برواز صغير، يعني أنتم ملاحظين شوفي. يكون أقصى حد هنا هذا زايد. سويت تجربة في الحارة، مشيت عليه وكبست بريكات عليه ما شاء الله، يعني موتر مسك مسك ما شاء الله تبارك الرحمن، لا أصوات ولا أي حاجة أبدا أبدا. ولا تنسونا من دعم الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد. وشدينا على الصواميل بليور ماسورة ذي حتى يكون أسهل لك. إيه والحمد لله رب العالمين. نبدأ الآن بسحب الزيت الزايد من علبة البريك، فهو الآن الزيت مرتفع فوق الحد المطلوب. الحد المطلوب إلى هنا، هو حاليا مرتفع تقريبا. هذا كافي، شوف هذا كله زايد اللي في البرواز كذا، الوضع تمام.